لخفض صوت العنف لابد من رفع صوت الرياضة، هذا ما قام به قطاع التدريب والتأهيل في وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن لتطوير مهارات الصحفيين الشباب. الإعلام، حيادية الموقف، نزاهتهم، أن يعكسوا كل ما هو جميل في الرياضة ويترفعوا عن الجانب المظلم وهو الإساءة للآخرين في كل تغطياتهم، والبحث عن ما هو قليل ومفيد وما يفيدنا في بناء المستقبل. كله سياسة في سياسة، فأصبح الناس يبحثوا عن الرياضة، ولهذا تقريبا سيادة الوزير حب أن احنا نعمل لنا دور الرياضية هذه حتى أن احنا نلفت الأنظار للرياضة. نتعلم على يد خبراء 30 صحفيا وصحفية من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع شاركوا في الدورة التأهيلية الأولى للإعلاميين الرياضيين الشباب، واشتملت الدورة على محاضرات في الخبر الصحفي والتصوير الرياضي وشرح أسس الألعاب الرياضية. بشكل عام الرياضة كيف كانت وكيف أصبحت، وكيف ممكن نحن الشباب الآن كإعلاميين رياضيين إننا نعود بهذا العهد مرة أخرى، كيف إننا نستفيد من هذه النصائح وكيف نطبقها، كيف ممكن نحن نستفيد من التكنولوجيا الحاصلة من مواقع التواصل الاجتماعي، من الصحف، من المجلات، من أي شيء يعني نكتب فيه أو نقدر نوصل رسالة، كيف ممكن نحن نوظف هذا الشيء اللي تعلمناه في الدورة بشيء مفيد إنه يرتقي فيه الإعلام الرياضي ويعود مرة أخرى. 3 أيام بعيدة عن السياسة ومشاكل البلاد قضاها المتدربون في كنف وزارة الشباب والرياضة، معبرين عن سعادتهم البالغة بمحتويات الدورة التدريبية وحاجتهم الضرورية لمثل هذه الأنشطة التي وعدتهم الوزارة بأنها كانت الأولى ولن تكون الأخيرة. تعمل وزارة الشباب والرياضة على تأهيل الصحفيين وتدريبهم لإعادة الثقافة الرياضية في أوساط المجتمع بشكل فعال عبر الوسائل الإعلامية المنتمين إليها. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.